مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. سجلت أثمنة الطماطم نهار اليوم انخفاضا مهما بسوق الجملة بإذ قال المورد الرئيسي للسوق الوطنية بالطماطم، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار الطماطم خلال الأسابيع الماضية مع اقتراب حلول شهر رمضان. هذا ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس. المسؤول الحكومي أوضح أن الحكومة اتخذت 3 إجراءات رئيسية لإرجاع الطماطم إلى أسعارها العادية، ومنها منع تصدير الموجه نحو الأسواق الإفريقية والتقليص من نسب كميات الطماطم الموجهة نحو الدول الأوروبية، بالإضافة إلى التدخل لوقف المضاربات والتقليل من تدخل الوسطاء في الأسواق الوطنية. تعهد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمنح السجناء الذين حصلوا على شهادات جامعية سجلات عدلية فارغة من الصوابق، وإلى الدفع قدما بالأوراش الكبرى داخل السجون من أجل إعادة إدماج السجناء. وفي كلمة له خلال الدورة 10 للجامعة في السجون، أبرز وهبي أهمية التدابير التحفيزية مثل العفو والإفراج شروط لتشجيع السجناء على الانخراط في أوراش التنمية. قضت محكمة الجنايات بورتزات بالحكم 8 سنوات سجنا نافذا على 70 في قضية اغتصاب طفل بزاغورة لا يتعدى عمره 11 سنة. 330,000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وشكيب بن موسى يكشف خطته لتقليص الهدر المدرسي، وعلى بعد أيام من انعقاد مؤتمره القضاء يأمر بإفراغ مقر حزب جبهة القوى الديمقراطية. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع الجريدة. إلى اللقاء.